الطبيعة هدأت قليلاً، فبعد أسابيع باردة طويلة قالت الأرصاد الجوية إن الأسبوع المقبل سيحمل لأوكرانيا شمساً أكثر، دفء يتمنى الأوكرانيون ألا يبقى في حدود الأجواء فقط. إلا أن صوراً كهذه تثير الرعب وتترك أسئلة بلا أجوبة. الشخص الذي يفتخر بسكينه هذه التقيناه وسط مدينة دونيتسك، أخبرنا أنه ينتمي لمجموعة الجبهة الشرقية الموالية لروسيا، واعترف أنه مستعد للقتال ضد من وصفهم بأنصار السلطة الفاشية، أي السلطة الجديدة في كييف. أنصار الطرف المقابل يحملون السلاح أيضاً في مكان ما من دونيتسك، يجتمعون ويخططون. هذا ما أكدته لنا مصادر محلية رفضت الكشف عن هويتها. قالت لنا إن مقاتلي القطاع الأيمن المتطرف يستعدون لنقل المعركة من العاصمة إلى الأقاليم الشرقية. معلومات تحوم في الأجواء. تترقب موعد التصعيد الموعود والمتزامن مع الاستفتاء المعلن في القرم. الشرطة تعلن الاستنفار تأهباً واستعداداً. الاستفتاء المرتقب في القرم سؤال يشغل دونيتسك غيرها من مدن أقاليم أوكرانيا الشرقية. قبل مغادرتنا المدينة استوقفنا البعض وبدا لنا الشارع أكثر تفاؤلاً وأقل توتراً من المواقع والتحذيرات الرسمية. لن يحصل هنا شيء، إننا متحدون وعلى رأي واحد، نحن مع روسيا ومتفقون على ذلك. وماذا تعني مظاهرات؟ سنخرج ونهتف قليلا ولن يحصل شيء، الحديث عن قناصين تهويل واستفزاز. خائفة قليلا. والدها اتفق معها في الرأي وهز برأسه ليقول إن التوتر مستمر، لكنه قد لا يصل إلى الحدود التي ترسمها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية. تركنا المدينة وراءنا مترقبة، وإلى كييف المترقبة هي أيضاً عدنا. هنا السلطات كانت قد أكدت أنها لن تلجأ إلى الجيش لحل أزمتها، لكنها تطمينات ترافقها تأكيدات يومية على المضي حتى النهاية. منى أبو دياب، سكاي نيوز عربية، كييف.